شيء جدا ايجابي وكويس للمجتمع، حكم انه بدل ما الواحد يلجا لمصادر غير موثوقه سواء عبر الانترنت او ناس يعني ما عندهم علم شرعي، هذا شيء يعني يسد الثغره هذه، اعتقد هو شيء ايجابي يعني. بالتاكيد دعوه المفتي حفظه الله ايجابيه. النقاش والحوار بين اطياف المجتمع بكل الوانهم واطيافهم مطلوب. اعتقد المستفيد الاول من هذه الدعوه هو الوطن والمواطن بالنهايه. اتمنى تفعيل هذه المبادره الكريمه معالي الشيخ، نحظى باجواء تعايشيه ايجابيه. والله بخصوص الموضوع اللي معناتها طرحته لي، موضوع مهم جدا في المجتمع المدني اللي نعيشوه في السعوديه وخارج السعوديه، معناتها قطع النظر معناتها على المواضيع الخاصه، معناتها لما تقابلنا في عده معناتها برامج تلفزيونيه ولا في الاذاعات معناتها الوطنيه ولا السمعيه البصريه، معناتها بنأكد ونقول معناتها احنا افكار معناتها الخلاصه اللي هنا الموضوع اللي معناتها النقاد معناتها في المجتمع معناتها لما يطرحوا فكره متاع اسلوب ديني ولا اسلوب معناتها كيف نعيش وكيف نتمادى مع قطع مراجعه مع بعض العلماء، معناتها شيء معناتها ايجابي 100% ونقدر معناتها ناخذ منه ونخلص عده مواضيع نستنتج ونحسن معناتها في القريب العاجل افكار الشباب وافكار معناتها العوالي وافكار عده الاطراف، معناتها باش الفكره نتاعنا هي كيف نحسن وكيف نختزل معناتها الافكار معناتها الوصول الى الفكره الرائعه ولا الاستنتاج اللي باش نحسنوا ونشدوا معناتها المنوال الطريق والاستمراريه في الدين نتاعنا اللي يجب يكون هو ركيزه اسلاميه ونجاح شباب ونجاح اجيال ان شاء الله في المستقبل القريب العاجل. والله احنا بحاجه للحوار والمفتي بحاجه للمفتي يعني يكون بين الشباب وبين الحاجه، لان على الحاجه بين اذا كان المفتي افتى الحوار فهذا شيء طيب، احنا محتاجين بين الشباب وبين الافتاء، الحمد لله عندنا الافتاء زي ما انت عارف الافتاء واضح عندنا، والحمد لله اذا كان الحوار مع الشباب فهذا المحتاجين. الفكره جيده جدا وبالعكس تحتوي الشباب وتجعلهم في مرحله امنه من الفتاوي ونطاق امن بحيث ما تجعلهم افكار ضاله تغير افكارهم، وفعلا يعني شيء جيد والحمد لله يعني على كل حال شيء مره كويس. طبعا التعداد الاخير للسكان والمساكن في المملكه العربيه السعوديه افاد بان الغالبيه العظمى من شريحه المجتمع هي من فئه الشباب من تحت 25 سنه. طبعا الاستئناس بارائهم يعطيك المجال خصوصا للديسيجن ميكرز اللي نقول لهم الديسيجن ميكرز اللي هم متخذي القرارات في البلد، الاستئناس بالاراء والاستشراف المستقبل لهذه الفئه، فهذا قرار في غايه الاهميه، وانا اشد على يد فضيله المفتي جزاه الله خير على هذا القرار الرائع، واتمنى تطبيقه على كافه مستويات متخذي القرار داخل البلد على مستوى مجلس الشورى وعلى اقل مجلس الشورى على مستوى الوزارات وغيرها. ده شيء كويس ان يكون في مراكز متخصصه في الشريعه الاسلاميه ويبقى فيها ناس متخصصين وعلماء افاضل يدوا للناس الفتاوى السليمه وفقا للشريعه وفقا للقران والسنه النبويه، بدل ما يبقى فيه مجال للفتوى عن طريق ناس غير متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن يبقى في أكثر من منطقة في المملكة بحيث الناس تلاقي مرجع صحيح ترشد به في الفتاوى الصحيحة. والله دعوته شيء إيجابي يعني، لأن ما عادت الدنيا على ما زي أول بيت كم بيت موجودات، بس الآن عندك حضرات واجد، عندك ناس يجونك من برا، عندك ناس يجون يبتعثون يجيبون أفكار، يعني لابد أنك تحاور معهم وتجيهم، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه كان جاره يهودي وكان يأخذه بالحوار، يعني ما جاه ما من هالمنطلق يعني. نشكر سماحة المفتي على الكلام. من أهم فوائد هذا الحوار أني أشوف أنها يعني يصير في احترام لرأي الطرف الآخر، ترك التعصب بين الشباب وبين الناس، أنه هذا يتكلم السماع للآخرين، تحترم رأي الطرف الآخر لما يتكلم، فهذه من أهم فوائدها أنا أشوف إن شاء الله يعني. والله هذه بالنسبة للخطوة هذه خطوة جريئة من ناحية، وهذا مثل ما حث عليه ديننا الإسلامي، هذا منهج نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاور الأفكار ويقنعهم إقناع، ما كان الدين الإسلامي سبب انتشاره أنه يحاور الفكر. فائدة الحوار بين يعني أفراد الشعب يكون
يعني تبادل ثقافات، حوار يفيد الكل، يعني ممكن في تناقض، النتيجة ممكن تصير النتيجة إيجابية برضه، يعني بين الأقارب يكون فيها صلة رحم وشيء مفيد إن شاء الله للمجتمع حاليا ومستقبليا بإذن الله. والله مبادرة جميلة وصراحة نحتاجها في هذا الوقت بالذات اللي هو عصر التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. والله بلا شك دعوة المفتي إنها إن شاء الله أنها دعوة هادفة وصائبة للجميع، لأنها الهدف منها لم الشمل وعدم التفرقة والانضمام حول القيادة، فهذه يعني من وجهة نظر إنها بادرة طيبة. هذه فكرة جدا رائعة. أول شيء الجميع شرائح المجتمع من صغار وكبار، بحيث أنه أي واحد يكون متخصص في الفتاوي يرجعوا له بدل الانترنت وجوجل، يخش على المواقع دي ناس ما يتخصصه ويفتون صراحة. وهذا مركز جدا رائع إن شاء الله يفيد المجتمع. الحوارات هي عبارة عن فتح أفاق، سواء في التنمية، سواء في الاقتصاد، سواء في حياة المجتمع العامة. وما نسمع وما دخولنا في مصادر التعلم الإلكتروني ودخول حقيقة إلا دعوة جميلة ورائعة من فضيلة المفتي العام، لأننا إذا لم نفتح أفاق التعاون بيننا في كافة أطياف المجتمع فهناك من فتح الحوارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك حينما نتواصل مع كافة أطياف المجتمع بهذه الرؤية الثاقبة وهذا الزخم الكبير بين أطياف المجتمع، هو بلا شك يفتح أفاق عظيمة ويريحنا حقيقة من الحوارات التي قد تكون وسيلة هدم لهذا المجتمع المترامي الأطراف، سواء في شمال المملكة أو جنوبها أو غربها أو شرقها أو وسطها. الحوارات دائما نعتبرها في الجامعة وسيلة تواصل رائعة، فكيف إذا كانت في عامة المجتمع بين صغيرهم وكبيرهم لا تفرق. الدعوة هذه لتصحيح الصواب لبعض البشر وتصحيح المفاهيم وتعيدهم للإيجابيات ويكونون شعب متكامل ويد واحدة. والله احنا نتمنى يعني خطوة إيجابية، ونتمنى انهم يعني يكثفون فيها حوارات هذه، لان في تخبر فيها افكار دخيلة على المجتمع، افكار متطرفة، افكار ليبرالية علمانية، يعني نأيد جهودهم للأشياء هذه الحوارات ذي. والله القرار اشوفه صائب يعني، ويدعم يعني المواهب يعني اللي تطلع والش اسمه، ويعني عدم تحديد فئه عمريه معينه يعني يعطي المجال لاي شخص انه يتقدم، ويعني اشوف والله قرار كويس يعني بالنسبه للمفتي. القرار قرار المفتي عام المملكه يعني يفيد المجتمع، ولكن أنا أرى يعني أن لا ينفذ القرار إلا بعد أن يكون بدراسة لضوابط من يكون من يشارك في القرار يعني من أبناء المجتمع. والله الفكرة هذه حلوة جدا، وياليت يكثفوها، يكون فيها يعني جلسات يعني زي ما نشوف بالحدائق وأحيانا وكذا، في جلسات حوارية وكذا، ياليت يكون نفس الشيء، سواء قنوات تلفزيونيه او جلسات يعني في الحدائق العامه، يكون في ويكون ناس على ثقه تكون واثقه فيهم الدوله، مش حي الله اللي يجيك يفتي لك روح سوي. يعني انت عارف الموضوع هذا حساس جدا. بالنسبه حق هذه الفكره طبعا فكره كلش جيده، حق طاف جميع الناس، بحكم ان في اشياء كثيرة غامضة ولا يعرفونها الناس، وبهالخطوة هذه بتصير كثير من الناس بتعرف أشياء كانت تجهلها في السابق، وهذه بالعكس فكرة كلش جيدة، وأتمنى التوفيق صراحة لحق هذه الخطوة الجميلة. كل الشكر لهيئة كبار العلماء على هذه الخطوة الطيبة المباركة، ليستفيد منها جميع أطياف المجتمع كبيرهم وصغيرهم من خلال ندوات المحاضرات لنبذ الفكرة متطرف. والله يعني نتمنى هالشيء هذا يكون يعني في حوارات بين المجتمع أو مختلف شرائح المجتمع ومع المسؤولين بالذات في الدولة، ينزلون للشارع ويجلسون مع أبناء وطنهم ويشوفون طلباتهم
آراءهم. هذا نتمنى الشغلة هذه. فكرة حلوة جدا، حتى أن الشباب يستقوا الفتاوي من أماكن موثوق بها، من أماكن معروفة في العالم الإسلامي، بدلا أن يلجؤوا للنت أو بعض الدخلاء على الدعوة والإرشاد. فهذه فكرة جدا رائعة، جدا تفيد الشباب، الشباب بأمس الحاجة مثل هذا الشيء. أنا أشوف أنه قرار مثل هذا ممكن يفيد الطلاب ويفيد الجامعات، ممكن يفيد المستويات التعليمية كاملة. أتمنى يتم تطبيقه بحذافيره، يعني بحيث أن الطالب يقدر يبدي رأيه بكل ما عنده من آراء، لا يوقفون عند رأي محدد. وبإذن الله حيتم يعني تنفيذ هذا القرار بصورة ممتازة ويستفاد منه في البلد وللطلاب بإذن الله بصورة عامة. والله هذه فرصة حلوة لنا الشباب أن نكون نسمع الرأي وكبارنا يسمعون آرائنا. عندنا استفسارات كثير سواء في الدين أو في غير الدين، عندنا أقوال كثير، يعني نتمنى من كبارنا يعلمونا ويسمعون آرائنا. وحدة الصف سواء في الدين أو نكون أمة واحدة صف واحد، وهذا شيء طابع كويس. نتمنى أنهم يسمعون لنا ويأخذون آرائنا والرأي الآخر. أول شيء نشكر حكومتنا رشيدة على إقامة مثل هذه أو افتتاح مثل هذه المراكز الدعوية، ممثلة في فضيلة الشيخ المفتي العام عبد العزيز آل الشيخ. الحقيقة أنها يعني فكرة طيبة وفكرة جميلة وهدافة، تهدف إلى توحيد آراء الشباب في بحيث تكون هناك مركزية للوصول إلى كل ما يعني يسعى إليه الشباب والمجتمع من إفتاء، بدل ما تشتت الأفكار في الذهاب إلى مراكز والذهاب إلى يعني ناس غير معتمدين، بحيث تكون الفكرة تكون معتمدة وموجهة وتكون موحدة للمجتمع السعودي والمجتمع يعني الإسلامي بصفة عامة. صراحة خطوة إيجابية وفكرة حلوة، برضو تحمي فيها يعني الشباب والمجتمع أن تحضنها من الداخل والخارج، فشيء إيجابي صراحة، والله يكتب فيها الخير إن شاء الله. فكرة إيجابية، فتح باب الحوار بين العلماء والشباب لتقيهم من الأفكار المنحرفة والأفكار الضالة. بالعكس، من ضمن المؤيدين الفكرة لما فيها من الإيجابية التامة التي تخدم المجتمع وتخدم الأمن والدين وتحمي شباب الوطن. بالعكس، هذه خطوة بناءة، يعني تخلي المجتمع ككل يدخل مع المشايخ ومع العلماء ككل ويستفيدون منهم، وهذه طريقة بعد تبعدهم عن الأمور المتطرفة من الخارج، يعني شيء إيجابي تقريبا. فالخطوة جيدة جدا وممتازة جدا، بالعكس يعني راح يصير في تواصل بين الشعب وبين هيئة كبار العلماء بطريقة انفتاحية كبيرة جدا. هيئة كبار العلماء بإمكانهم الإفتاء في حاجات يعني تخص الشعب بتفاصيل أدق، لما يدخلون مع الشعب راح يصير في تفاصيل أدق بإذن الله عز وجل. خطوة جيدة وتقلل الفجوة بين العلماء والشعب. والله هذه خطوة أنا أشوف أنها يعني إيجابية، يعني فإنك يكون المجتمع مجلس شورى آخر، يعني فيكون إن شاء الله مع الوقت صنع قرار من خلال الخطوة هذه، يعني تأخذ آراء المجتمع ويكون أقرب إلى علمائنا، يعني العلماء المعتمدين في المملكة. والله خطوة إن شاء الله تكون جميلة وتكون لها إيجابيات إن شاء الله، ونشوف النقاشات من الطرف الأول والطرف الثاني. قرار كويس وجميل، أتمنى أنه يطبق بأسرع وقت، لأنه في كثير من المواهب الصغيرة اللي بأعمار صغيرة لازم تبرز على المجتمع وتعطي آراءها. الحمد لله أنه هي حيكون في هذا الموضوع توحيد للصف، توحيد للآراء ولم الشمل وحل الحاجات السلبية وتوحد الرأي وتقبل الرأي والرأي الآخر. والله أعتقد أنها دعوة طيبة ومفيدة وجدت في وقتها. نحن بمس الحاجة للحوار، إذا بتوصل صوتك لأي للآخر فيجب أن تبدأ بالحوار، فخطوة جيدة جدا حقيقة. والله أشوف أنه قرار جيد صراحة، لأنه يتيح لجميع أفراد المجتمع وشرائح المجتمع إبداء وجهة نظرهم للناس والمسؤولين وإيصال صوتهم للمسؤولين. هذه أرى أنها يعني تهدف إلى مصلحة المجتمع ومصلحة الوطن في تقارب الأفكار وتجانسها والوصول بها إلى
أرقى الأفكار وفكر موحد لخدمة الله سبحانه وتعالى وخدمة الدين والمليك والوطن، ومما يؤدي إلى ممارساتها في حياتنا الدنيوية وتفيدنا إن شاء الله في حياتنا الأخروية. والله نؤيد دعوة المفتي للشباب، والمفترض أن يكون فينا دوات هنا على أساس ما يرجعون أو يلجؤون لغيره من خارج البلاد والحاقدين. شوف أنها فكرة حلوة، يعني بتكون دام أنه أي سعودي بتكون مجالات مختلفة وأراء مختلفة، فيمكن يستفيد منها ويطلع بشيء يعني ما حد جابه قبل كذا، بتكون أراء مختلفة، يعني لا أخذ عمر معين ولا مجال معين ولا مستوى عالي. الفكرة هي جميلة وهي فكرة لجميع الأعمار وشرائح المجتمع. هذه فرصة أن الواحد يسأل العلماء عن أي جواب هو يبغاه، وما يأخذ أي جواب من أي واحد ما هو فاهم لا في الدين ولا في شيء مرة ناي. يسأل الناس العلماء المشايخ يستفسروا، له بعيب إن الواحد يستفسر عن الشيء اللي هو يبغى يسأل عنه، وإذا كان في خاطره شيء يستفسر ما يضره في شيء. والله الفكرة جيدة، تمنح الشباب فتاوي طيبة، أحلى منهم يلتجون إلى فتاوي غير ضالة أو في غير طريقها الصحيح. أيد هذا الرأي، يعني ممتاز، بس الأفضل يعني حطوا شروط معينة عشان ما يتساوى كامل الأهلية عن عارض الأهلية، لأن في عارض أهلية يعني يصيبه سفه أو عتة أو جنون، فما يصير يعني نفضله عن كامل الأهلية اللي يعني التب يعني ما في له شيء في يعني كامل الأهلية يعني ما في له عارض من العوارض اللي قلتها أنا. هي فكرة سديدة ورائعة لسد الذرائع والفتن والمصادر الأساسية للكتاب والسنة. طبعا القرار، أنا مؤيد القرار وأتمنى أن يطرح على أرض الواقع يعني وفي المجتمع. هي فكرة سليمة، على الأقل الواحد يرجع لمصادر موثوقة يأخذ منها معلومات الدينية.